الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم صلاة وسلاما يليقان بإمام الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي يا ترى نصيحة حسن البنا للمسلمين؟ أذكركم بما أقوله منذ سنوات، الله سبحانه وتعالى برمج كل شيء في علم مبين، كل معلومة مبرمجة في علم مبين برمجها الله سبحانه وتعالى. علم البرمجة الإلهية المبين يعتمد اعتمادا كليا على الأعداد الأولية ورتبها والأعداد المبينية 114 23 30 40 63. آية هذه الدراسات كلها هي فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. آية 23 من سورة الذاريات. مرة أخرى أذكر أن علم البرمجة الإلهية المبين يعتمد على الأعداد الأولية والأعداد القرآني قبل أن تحكم. كما قال أحد الدعاة إلى الله في إيطاليا، قبل أن أحكم على الشيء أتقصى. تعودت دائما أن أتقصى قبل أن أحكم على الشيء. هذا إنسان أرسلت له طالبة من طلابه فيديو أو إصدار من إصدارات المبين قائلة ماذا يقول هذا المجنون أو هذا المعتوه، فبدأ باكتشاف المبين واتصل بي قال أنا من عادتي أن لا أحكم على الشيء قبل أن أتقصى. بعد 4 أيام طلب مني دراسة بعد 4 أيام طلب مني دراسة مبينية، والآن هو على يقين تام ليس له أدنى ذرة شك سبحان الله في هذا العلم العجيب المحير. نبدأ الدراسة. سترون في النهاية ما هي نصيحة حسن البنا للمسلمين، وسأطبق نفس الطريقة على شخصيات كثيرة، ويمكنكم أن تقترحوا علي شخصيات أخرى إن شاء الله. انظروا، ما هي سنتي ميلاد ووفاة حسن البنا؟ ما هي سنتي ميلاد ووفاة حسن البنا؟ أي طريقة طرحت بها السؤال الإجابة ستكون واضحة. هنا السؤال، إذا نبحث عن السنتي، سنة الميلاد وسنة الوفاة، هنا بدون الرتب، هنا ما مع الرتب. كان يمكن أن أقول ما هما، قلت ما هي، أراد الله سبحانه وتعالى أن أقول ما هي سنتي ميلاد ووفاة حسن البنا. إذا هنا بدون الرتب، هنا مع الرتب. تطبيق علم البرمجة الإلهية المبين على ما هي سنتي ميلاد ووفاة حسن البنا. إذا المجاميع بدون الرتب مع الرتب. هنا أقسم على 114 و23 نفس العلم بواقي القسمة الأقليدية، هذا اقسمه على 23 باقي القسمة 3، 3 أولي رتبته 2 و2 أولي رتبته 1، هذا اقسمه على 23 باقي القسمة 22. الآن مدة الوحي كالعادة 23 سنة. دعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم البشرية الإسلام مدة 23 سنة، هذه مدة البعثة النبوية. أن ننظر إلى الجواب، برمج الله سبحانه وتعالى هذا العدد ليعطينا الجواب. انظر، هذا زائد هذا ناقص هذا، أي هذا زائد 14 يعطيك 1906، سنة ميلاد حسن البنا. الآن المجموع بدون، مجموع السطر الأساسي، مجموع بواقي القسمة الأقليدية، المجموع مع كل العدد، أي بواقي القسمة الأقليدية وما نتج عنها حسب علم المبين. أمر الله سبحانه وتعالى هذا العدد أن يكون أولياً رتبته 47 و47 أولي رتبته 15. الآن انظروا إلى هذه الأعداد التي وضعها الله هنا، هذه الأعداد التي وضعها الله هنا بواقي القسمة الأقليدية لهذا العدد ولهذا العدد على 23، هذا ناقص هذا ناقص هذا ناقص هذا يعطيك 16. الآن ننظر إلى الجمال، هذا الآن هذا أجاب، الآن هذا هذا زائد هذا ناقص هذا، مرة أخرى زائد هذا ناقص هذا مع هذا مع هذا، كل هذه جمع إلا هذا، هذا ناقص هذا كما حدث هنا. إذن هذا زائد هذا ناقص هذا، أي زائد 14، زائد هذا زائد هذا زائد الرتب زائد هذا، ماذا يعطيك؟ يعطيك 1949 سنة وفاة حسن البنا. قتل وعمره 43 سنة. الله أكبر، انظروا إلى الجمال، انظروا إلى البهاء. من برمج؟ سؤالي لكم، من برمج؟ الآن سأجمع سنة الميلاد مع سنة الوفاة كالعادة، تعطينا هذا العدد. الآن انظر معي، هذا
ناقص هذا أي مجموع رتب السؤال. هذا ناقص هذا يعطيك مجموع رتب السؤال يساوي 429. الله في جميع اللغات كالعادة، مدة الوحي 23 سنة، أولين رتبته. الآن ننظر إلى الجمال، هذا مع هذا مع هذا مع التسعة مع الستة عشر مع هؤلاء زائد هذا ناقص هذا كالعادة زائد ناقص زائد 23 ناقص 9 أي زائد 14 مرة أخرى يعطيك هذا العدد. ما هو هذا العدد؟ فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. من برمج؟ لا يوجد شيء في الكون يخرج عن هذه البرمجة، مستحيل. لأن نظروا معي مجموع الأعداد إلى الآية، سأجمع كل الأعداد إلى الآية، من هذا إلى الآية يعطينا هذا العدد. الآن قلنا هذا المجموع مع بدون والمجموع مع، قلنا هذا ناقص هذا أعطانا عددا ساهم في الدراسة، الآن هذا زائد هذا مجموعهما يعطيك هذا العدد. الآن مجموع رتب الآية، هذا ناقص هذا يعطيك مجموع رتب الآية، والعددان المحيران 114 23 دائما هذا زائد هذا يعطيك هذا. هذا أمره الله سبحانه وتعالى أن يكون أوليا رتبته. لأن ننظر إلى الجمال، هذا ناقص هذا زائد هذا ناقص هذا، انظر ناقص هذا ناقص الرتبتين الأساسيتين اللتين وضعهما الله سبحانه وتعالى هنا، ماذا يعطيك؟ يعطيك هذا العدد. ما هو هذا العدد؟ نصيحة حسن البنا، ها هو نفس العدد، نصيحة حسن البنا: انشروا علم البرمجة الإلهية المبين بين غير المسلمين فسيكون سببا في هداية الملايين. الله أكبر. وسأطبق نفس الشيء على شخصيات كثيرة، ويمكنكم أن تفرضوا شخصية وبنفس الطريقة سنصل إلى نصيحة فلان: انشروا علم البرمجة الإلهية المبين بين غير المسلمين فسيكون سببا في هداية الملايين. الله أكبر. انشروا هذا العلم، انشروا هذا العلم، كفاكم موتا. والله حي حسن البنا، كفاكم موتا. ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم. سبحان الله. هذا العدد أمره الله سبحانه وتعالى أن يكون أوليا رتبته 1296، لأن مدة الوحي كالعادة 23. هذا رتبة العدد الأولي 38، وهذا رتبة العدد الأولي 431. انظر للجمال، هذا هذه الرتبة مع هذا العدد مع هذا مع هذا مع هذا مع هذا، ماذا يعطيك؟ يعطيك: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.